غباوه عشان انا لسه عندي الموضوع. طب كده المره لا اه لا شيله والله ما بهزر. لا اسمع مني. لا لا اسمع مني. اصل انا غباوه هاخد بعد كده. انا جاي اضرب الواد هادي وهادي شالتني ده انا كنت لسه نازل على طلع الضباط. قال لك انت كان الواد ده بيجي كان الواد ده اتعمل فيه ثلاث مرات. راح عشان ما صدقش. خش من هنا. ماشي خش. يا ابني اقف هناك وانا بقى بقى انا ضم انت كده ما تيجي تخش يا ميدو. خش يا ميدو ما قالش سبع صلصه يلا ما هو ما كان هيخش تعالى الكلام ده الكلام ده بطلع ما جنش طب بتصرم وخش وما تشبكش ايدك خليها كده وخم يا ابني خش يا ابني في ايه؟ انت بتذلهم صح؟ سلامة ايدي بتاكله لا يا عم فوق سلامة سلامة يا جدع بس وبعدين ثانية واحدة انت تخش انا هقفل وراك سلامة يا جدع لا يا ابا عشان ما تشوفش هو لازم يفرشك عشان ينزلك مكانك لا والله ايوه ما عشان ايوه نص راسك ما لازم يشوفك عشان ينزلك مكانك خش اول واحدة اقفل وراك يلا قول ثبت صنم هو لازم يقف ثبت صنم ايه الذكاء ده؟ ايه الذكاء ده؟ انت غباوي يا ابني غباوي يلا هات بالنا يا تعال تعال حبيب قلبي بقول لك ايه ما تجنني ظبط صنم يوم هو هيموت هو هيموت ما حدش هو هيقع هو هيموت هو لا بس الدايره يا عم يا جدعان كده كده مش هنتغابى العب بنتسلى مش هنتغابى يعني لا سلام هيتغابى انت ما تعرفوش لا 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 بلاش غباوة عشان ما نصدعش احنا صايمين سعد انت عارف البلغه دي يا ابني لذينة انت بتخم يا ابني ايش ايش خلاص يا ابني هو طلع وده طلع وده خلاص هو خلاص هتقتله انت عامل كده خلاص مش تعمل كده وتبقى خلاص وارد البدع يا جماعة الألفاظ يا جماعة الفيديو ده ينزل على الجروب انزل يا كابتن يلا ثبت صنم مش عارف انا مش عارف انا هو صنم انا عايز اللي هو بيعمله ده انت خلي بالك من فوقك حتى انت وانا اللي انزل اه حضرتك انا اخد ثاني انت لك كده وكده خش بقى ما تطلعش تاني ابص انت مش عايز تضرب انت لو ضرب يا ابني لمصلحتك لو ضرب هيفشخك على فكره الفيديو ده في حلقه وربنا لا يترفع ما ينفعش
انا خايف منك والله العظيم مش عايزك يا انا بص لك يا رب اه والله العظيم ثبت سمك ما تطلعش بره الدايرة تاني عشان ما يضربكش يا عم والله بتخايف منك ترى ابن خالتك اطلع ده يا عم انت بتضمك ما انا خايف منك والله العظيم خايف منك حاسس انك بس انت عامل كده يا اسطى شوف يعمل كده على فكره يا عم انت ما ضربش لحد دلوقتي انا ما ببصر عشان ما ضربنيش يعني يلا قلت جد ثبت صح تعالى شيل امك عشان مش طالب عبط بقى الضرب بقى يا ابني ضم كتافك انا خايف يا عم يلا ثبت السلام من غيري ثبت السلام من غيري انزل يا حبيبي انزل انزل خش يلا يا شيخ تعالى يا عمو يا انا على كده ليه انا لسه واخد مني واحده حضانه هو ده مين اللي معايا تعالى ساعد بعري من خوف لا 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 انتوا ثلاثه اعملوا الاول ما كده هو اللي فيها كده كده يا اسطى السلام بص عملت في ايده ايه مالكش دعوه مش حنان عليا بس ولا سلام بص يلا لا يا جدعان اوت اوف لعب اوت لا لا انا مجنن بس لسه شارب بيبسي فاهم انت اول الحمد لله الحمد لله يا احمد نبيل كله بقى الحمد لله مساعده طب مساعده انت اللي عندنا الدوره بقى لا 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 هيجي له عمى والله ده لو جيمي هنا واحد صايمين ده لو جيمي هنا انا خدت عفه من براني خالص دخول من هنا انا مال اهو يا ابني تمام لا يا عم ما لا ما تعرفش ابن الجزمة ده هيعمل ايه لا 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 احنا متفقين يا سلام لا باب هنا ومش هنا حد هنا باب انا مش مستني عشان هتخش هيتقفل عليك اول ما تخش هيتقفل عليك كابوس بقى بلاش نوم سلام انا مش شايف اصلا هو طلع بره على فكره طلع بره الحفل لسه مسلم عليه مش سلم ايه دلوقتي على شيمي ثانيه واحد عارفين نبيل نزل يعمل ايه نزل داخل واحد يلف تاني
نزل يخمس. ما حدش طرف لا استنوا تلعب تمرين بطن يا ابني ولا ايه؟ موبايل بيرن. انا مالي يا انا مالي 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 انا بتسوق ليه؟ ايوه يا سلام انت بتقفل بعد ما انزل. يلا حكيم. طب اتصنم. استنى بدنا نقلع الشنطة. نقلع الشنطة يا ولاد. قلت صلب الصنم. لا يا عم حتى لو قاعد ما صلبش. انا ايدي وسبت. صلب الصنم. جيبي فرحان فشخ ليه؟ انت مش عارف اضرب. يا عم بس لازم شنجي ست اهو. وصعه بضمي. صلب الصنم. يا جدعان انا كده قربت ادوخ اصلا احنا. بس سالم. بس مسالم فشخ مش عارف ليه. يا جدعان طيب اتحرك ولا ما اتحركش ده؟ في دبان اقف على مناخيري مش عارف اضرب مش عارف اضرب. في دبان اقف على مناخيري مش عارف مش عارف. في دبان اقف على مناخيري ايدك على مناخيري. يا عم مستطيل مش عارف. ايوه يا عم هو ده عمال يعمل ايه؟ انا عاوز اضربه انا عاوز اضربه انا نفسي اصله بعيد. طب اعمل كده طيب ولا اعمل ايه؟ على بقول لك انت هتقفل انت قدامك يا عم ما تقفلش بقى انا صف عشان اخش النقط. ايوه ايوه ادخل تخش الباب تقفل ورا تعدي وترجع تقفل. لا 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 تعدي مره واحده وترجع تعدي وجاي اول ما تعدي. اول ما تدخل خلاص عادي. يعني المفروض ان انا افضل رايح جاي كده. لا لا ما حدش يقفل. بقول لك ايه؟ لا اقفل عشان تبقى صح. لا 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 اقفل عشان تبقى صح. لا ما هيفضل 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 ماشي. يلا محدش يتحرك ان شاء الله في الدقه. ماشي عشان انت بتتحرك. انت بتتحرك ده كل حاجه بتتحرك. ده انا ما بتحركش خالص خالص. اه ايدك بقى دي ماشي بقى بطل غباء. انا غلبان مش عايز اضرب عشان ما يتضربش. ما اتضربش خلاص. ما توسع يا جدعان. خش احنا اربعه هنا. لا لا ما توسع يا عم. بيوسع عشان يعرف يضرب. انا عايز اقول صب صاله جوز قبل ما الناس تصحى ونبقى فضيحه. يلا طب سلام. ازاي يعني ازاي؟ طب ازاي؟ طب ازاي؟ هو الراجل شايف. انا حسيت بلفه دي مضرب صح. انا كنت هوصل لو غطى عليك بس شال ايد. انا هضربكوا ضرب مش عارف. بالتمرين بطن اللي انت بتعملها دي. عمال يعمل لك بضغط ديش يا جدعان. عشان نبقى متفقين الدبان ابن المتنكه اللي بيخش في العين. انا بنزل على مناخيرها انت عايز تضربها ولا اضرب كده فاهم انت؟ انا الدبان دخلت في عيني مرتين. انا طب بنلعن الظهر. انا الدبان دخل في عيني مرتين. طب انت اتكلمت ليه؟
يا دين امي. اخر واحد عليه اخر واحد شمي خد يا جدعان بلاش تروح عشان في قلم جه على وشي يا ولاد الوش. ايوه يعني هو من ايوه يا سلام يا سلام انا بجي على قفاه بالظبط. مش هتعمل ايديك كده ده واخد منك على قفاه وده عارف اقول لك ايه اعمل ايديك. بص يا جيم يا سلام اضربه من بره. بص يا رشاد ايدك كده عشان ما تشفرش. عايز الكلب انا اروح اعدي على قفاه ناصر يا ولاد الكلب. حاول ماشي على اللي فيه ده بس يا رب. قول ثبت صنعه عشان ما حدش يا عم هضربك انت. سلام منين؟ اه مش فاهم انا الموضوع. حتى لو مش هو يبقى انت مستشفى ايدك بيخمس. جايبين قرد يلعب معاك ولا ايه؟ مش فاهم. يا عبد الله يا علي حد يضرب الشلوت يا جدعان. مش هينفع كده. ايه 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 يا ايه 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 كده كده. انا عايز بقى تضرب براحتها بقى. ما تخافش مين يضرب كده وكده. فاهم انت ازاي؟ فايه وفين ده فراغ. قطيت عليه. هتنتهي من في وسخه. هتنتهي. اخواتها موجودين على فكره. انت ممكن توقع هنطول صب السلام. هو اللي بيتكلم نزله. يلا ثابت سلام. يلا خش سلام. ايه؟ هو ده اصلا كده قد ايه؟ الرجاله فين؟ ماي متساب هنا كده. انا مال ميدو ميدو يا جدعان. كل واحد قانون اللعب اصلا. انا النظر اللي موجود عايز اخش بيه. مفيش مش عارف. اتكلم.